تخيل معايا دوز كاستينغ لشي دور نجح يعيطوا ليك ولكن تلقى راسك مسدود عليك في واحد البيت اللي ما عندك فيه حتى شي اتصال مع الخارج، لا ماكله لا ما ولا حوايج، والديك وعائلتك ما عارفينكش فين كاين، والطريقه الوحيده باش تعيش هي تشارك في واحد المسابقات 24 ساعه على 24 ساعه باش تربح، ما تاكل وما تلبس، وعندك طريقه باش تخرج هي تجمع 10000 دولار من مسابقات في المجلات. قبل ما نبداو الفيديو غادي نهضر لكم مره اخرى على لابليكاسيون اللي كلكم تتعرفوا دابا واللي هي طاب سند، واحد لابليكاسيون اللي تخليكم ديروا دي ترانسفير ديال الفلوس من جميع انحاء العالم للمغرب. هاد لابليكاسيون ممكن تيليشارجيوها من بزاف ديال الدول في اوروبا وفي المغرب، من فرنسا اسبانيا البرتغال الدول اللي بغيتو، وحتى من الامريك من امريكا من كندا، ومن تما ممكن ترانسفيريو الفلوس لهنا للمغرب سون فري بلا حتى شي فري، وبواحد لي طول اللي هما مزيانين بزاف. من غير استقبال ديال الفلوس في المغرب ممكن تستقبلوهم في دول اخرى، مثلا السنغال تونس لبنان. والطريقه باش تصيفطوا هاد الفلوس ساهله بزاف، خاص يكون عندكم غير كارت بونكير، وفي لابليكاسيون ممكن تصيفطوا لاي واحد، هذاك الشخص اللي تصيفطوا ليه ولا نتوما اذا وصلكم فلوس توصلكم واحد الكود في التليفون ديالكم، وممكن به تخرجوا الفلوس بزاف ديال البلايص منهم وفا كاش وكاش بلس تجاري وفا بنك اذا كان عندكم كونت فيها تتوصلكم سير بلاس. والحاجه اللي مزيانه اخرى هي ان طاب طاب سند زاد جميع لي بنك، يعني كيما كانت البنكه ديالك ممكن يوصلوك الفلوس فيها، هذه حاجه واعره بزاف. غادي تلقاو لي ان تيليشارجمون كاين في الديسكريبسيون، ولاي واحد تيليشارج هذه لابليكاسيون غادي يستافد المره الاولى من هذا الكادو هذا اذا استعمل الكود برومو اللي كاين لتحت. نبداو الفيديو. القصه ديال اليوم من اغرب القصص الواقعيه اللي صعيب تنساها. القصه ديالنا تبدا في اليابان مع تيتسويا اللي غادي نبداو نعيطوا ليه ناسوبي. دابا نقول لكم علاش. تولد ناسوبي في 1973 في واحد العائله متوسطه عاديه في اليابان، باه كان بوليسي وامه كانت ربه بيت في واحد المدينه سميتها فوكوشيما. هادشي كامل كان عادي من غير حاجة واحدة، وجهه كان في شكل كاع صحابه في المدرسة كانوا تيتنمروا عليه وكيقولوا ليه عندك وجه بحال شي دنجالة، وهي منين جاية السمية ديالو ناسوبي اللي هي دنجالة في الجابونية. وكانت بالنسبة ليه الطريقة الوحيدة باش الدراري اللي تقراو معاه يتقبلوه هي يدير الكلون في القسم ويبدا يضحكهم وداكشي باش يتقبلوه وباش يحامي على راسو، حيت إذا ضحك على راسو الناس ما غاديش يضحكوا عليه وغادي يتصاحبوا معاه. وهكا كان كل مرة تيدخل المدرسة في قسم جديد تيبدا يدير بحال هكاك، في الاول تيكونوا تيتنمروا عليه من بعد تيولي عزيز عليهم وتضحكهم. غير هو المشكل اللي كان عنده بحكم الخدمه ديال باه اللي كان بوليسي كان كل مره تيافكتيو في شي مدينه مختلفه وشي بلاصه مختلفه، وكان كل مره خاصو يعاود الخدمه من الاول في كل قسم يدير نفس الحاجه ويعاني من داك التنمر في كل مدرسه مشى ليها. من غير هذا الشيء الحياه ديالو كانت عاديه، وبقوه ما كان تيضحك صحابو والاساتذه اللي تيقريو وكل شيء، كان ولا تيعجبو الفكاهه والمسرح، ولكن واخا هكاك ما غادي يديرش فيهم كارير وغادي يكمل قرايه عادي، غيشد ليكيفالون ديال الباك عندهم وغادي يكمل في الدروه باش يولي محامي، كارير عاديه بزاف. من بعد ما غادي يدخل الجامعه وبدا يقرا القانون يوصل للسنه الثالثه وغادي ابوندوني، ما غاديش يبقى لا قراحته في القرايه وغادي يفكر يرجع للباسيون الاولى ديالو اللي هي المسرح وليمور فوكاه. هاد القضيه تتوقع لينا كاملين، تنديروا شي اختيارات في الحياه في الاول ديال شي باركور، وباش تكون وسط داك الباركور صافي تيبالك بان داك الاختيار اللي درتي غلط وما تتكملش فيه وتتبدل، وهذا الشيء اللي دار ناسوبي بدل الباركور ديالو. المهم راس الدنجاله مسكين بدا تيدوز في لي كاستينغ، باغي يمثل في شي فيلم ولا شي مسلسل، باغي ياخذ شي دور، ولكن القضيه صعيبه حتى شي واحد ما تيعيط ليه. ولكن واخا هكاك ناسوبي موتيفي بزاف وباغي يحقق الحلم ديالو وما غاديش يتسنى يعيط ليه شي واحد، غادي يدير مع واحد صاحبه واحد الديو ديال الفكاهه وغادي يبداو يطلعوا ليسين صغار اللي كاينين في المدينه ديالهم، وبجوجهم غادي يدوزوا واحد العدد ديال لي كاستينغ. ولكن واخا هكاك واخا بداو تيتعرفوا شي شويه وتيدوزوا لي كاستينغ حتى شي واحد ما تيعيط ليه، غادي يدوزوا عام بحال هكاك وغادي يتفرقوا، غيولي كل واحد بوحدو خدام، وغادي يرجع ناسوبي للنقطه ديال البدايه اللي كان فيها. غير هو هاد المره ناسوبي غادي يديبريسا شي شويه وغادي يبدا يفقد الامال، غادي تجيه صعيبه بزاف باش عاوتاني يبدا ازيرو، وبان ليه بان داك الدومين صعيب بزاف. ولكن واحد النهار غادي يعيطوا ليه واحد الكاستينغ ديال واحد البرنامج ديال رياليتي تي في اللي كان في واحد القناه معروفه في جابون نيبون تي في، غادي يدوز الكاستينغ مع 20 واحد، كل ما يدوزوا يحس براسو دوزو مزيان ولكن ما غاديش يعرف الريزولتا فينال. حتى واحد النهار غادي يجي يدق عليه البروديكتور حتى لدارو، غادي يقول ليه ناسوبي راك نجحتي، راك انت اللي اختاريناك في هذا الكاستين. من 20 واحد اللي كانوا انت
هو اللي رابح، غير هو ناسوبي ما كانش عارف شنو هو هذاك البرنامج، غير كان دوز كاستينغ وصافي، ولكن قريب يعرف لان داك البروديكتور ما خلاش ليه الوقت بزاف. في ديك اللحظه قال ليه اجي معنا، غطاو ليه عينيه، كان بادي التصوير، غتشوفوا لي زيماج دابا، غادي يركبوا في طوموبيل وغادي يبقاو يدوروا به طوكيو لمده ساعات. هادشي باش ما يعرفش فين بلاصه غاديين، وغادي يديروا ليه كاسك فيه موسيقى على ودنيه باش ما يسمع حتى شي حاجه، وما يكون عنده حتى شي علامه على ديك البلاصه اللي غادي ليها بالصوت ولا بالشوف ولا حتى شي حاجه. غادي يمشيو حتى غادي يوصلوا لواحد البلاصه، غادي يقولوا ليه نزل بلا ما يحيدوا ليه حتى شي حاجه من عينيه ولا ودنيه. غادي يطلع في واحد العماره، وديك الساعه ناسوبي غادي يكتشف شنو غادي يدير وفين جابوه. غادي يحيدوا ليه الكاسك، غادي يحل عينيه، وغادي يشوف واحد البيت صغير في شكل على اليسار ديالو. كاين بزاف ديال المجلات جداد محطوطين مقادين مستفين مزيان، طابله، ستيلو، وبزاف ديال الاوراق، وتليفون فيكس، كاين حتى راديو، كوزينه، طواليت صغيره، ابارتمون بحال شي ابارتمون صغيره. ولكن الحاجه اللي في شكل هي انها كلها عامره كاميرات وتتصور من كاع الجوانب. مع دخل البرودكسيون قالوا ليه يدير واحد الحاجه اللي مهينه من الدقيقه الاولى، قالوا ليه ناسوبي حيد حوايجك، وناسوبي بدا تيحيد، ولكن بطبيعه الحال وقف لانه في شي شكل بزاف هادشي، ولكن قالوا ليه لا حيد كلشي. بطبيعه الحال هاد لي زيماج مغطيين حتى في التلفازه باش دازو الجابون ما بينوش بحال هكاك، ولكن فهمتوا الكونسيبت، كانت واحد الاهانه بالنسبه ليه هي اللي بدا بها في الدقيقه الاولى تما، وداكشي اللي جاي كفس بزاف. مع دخل ناسوبي غادي يقولوا ليه قوانين المسابقه وشنو خاصو يدير باش يخرج من داك البيت. اول حاجه شرحوا ليه هو انه اذا بغى ياكل ولا بغى اي حاجه خاصو يربحها، والطريقه الوحيده باش يربحها هي يشارك في مسابقات اللي تيكونوا في المجلات. في ديك الوقيته كانوا بزاف التسعينات، وما غا ياكل غير داكشي اللي تيربح من غير مخلي ليه حاجه وحده باش ما يموتش ليهم تما، وهي الماء وخبز كارم. اذا ما ربح حتى شي مسابقه يقضي بهم، ولكن راه ما يمكنش ياكلهم، صعيب بزاف. اول هدف كان عندنا ناسوبي في الاول هو يربح ما يلبس، بقى تيشارك في بزاف ديال المسابقات باش يربح شي حاجه يلبسها عليه، وبصح ربح طابليه ممكن يلبسها يتغطى بها على الاقل. ولكن ناسوبي كان ولف راسو بحال هكاك في الاخير، كاع ما دافع ما لبسهاش مده البرنامج كامل. غادي تقولوا لي ولكن وقتاش غادي تسالي هاد المسابقه؟ المسابقه قالوا لي غادي تسالي وغادي تقدر تخرج من داك البيت نهار غادي توصل لمليون ين ديال الجابون، اللي هي تقريبا واحد 19 المليون مغربيه، ولكن توصل ليها طوطال ديال داكشي اللي تكون ربحتي من نهار دخلتي ربحتيهم غير في المجلات. تخيلوا معايا شحال صعيبه راه في شي شكل باش غير من المجلات تربح هذا المونطون كامل. هذاك المنتج ديال هذا البرنامج خطير، ما قالش ناسوبي الصراحه، وقال لي بان البرنامج ما غاديش يدوز في كاع الحالات، هذا غير تيست غادي نديروه باش يبقى ناسوبي على راحته قدام الكاميرا ويتطلق ديال بصح. وبصح داكشي اللي طرا، ناسوبي كما مصوغش كان تهضر مع الكاميرا عادي، كان تضحك، وداكشي كان عادي بزاف، ما تيتخيلش بان الناس تيتفرجوا فيه. المنتج غادي يخرج غادي يسد الباب، وناسوبي غادي يدخل في المسابقه، وما يبقى حتى شي واحد تيهضر معاه، ما عنده حتى شي كونتاكت بالخارج. غادي يكون الكونتاكت الوحيد ديالو هو داك الليفرور اللي تيجي تيشوفو، ولكن ما تيهضرش معاه، كل مره تيربح شي حاجه باش يجيبها ليه. ناسوبي غادي يشارك في مسابقات مده اسابيع، دوك الاسابيع كاملين تياكل غير الماء والخبز، حتى لواحد النهار اللي ربح واحد الجولي 12 وحده اللي غادي يزرب عليهم، غادي ياكلهم دغيا دغيا بقوه من شحال هذه ما كلا شي حاجه من غير الماء والخبز، وعاوتاني غادي يكمل يعمر في هذوك الاوراق ديال المسابقات ويديرهم في لي زونفلوب ويصيفط. في الشهر الاول ناسوبي شارك في 5745 مسابقه، صيف 5745 برا لبرا. تخيلوا معايا شحال ديال الاوراق خصو يعمرهم، شحال ديال لي زونفلوب خصو يسدهم، داكشي كثير خيالي، وما ربح والو، ربح طابليه شي تخربيقات بلوس هذيك لا جولي 12 وحده اللي غادي ياكلهم بالزربه. يعني كيفاش غادي يدير باش يوصل للمليون ين، وقتاش غادي يخرج من هذا البيت؟ من بعد شهر ديال العذاب غادي يروح اول حاجه اللي شويه غادي تفرحوا، واللي هي خنشه ديال الروز. علاش غادي تفرحوا؟ لان الروز هو البلا ولا هو البرودوي برينسيبال في الماكله في الجابون، وتوحشوا بزاف، واخيرا جاتو خنشه ديال الروز وغادي يبدا يعيش بها تما. ولكن غادي يكون عنده واحد المشكل، واللي هو ما عندوش فاش يطيب هذاك الروز. شنو غادي يدير؟ غادي يشد هذوك الكارطونات ديال ديك الجولي اللي كانت عنده، وغادي يشدهم، غادي يعمرهم بالماء، وغادي يدير فيهم الروز، وغادي يبقى يحطهم حدا الشوفاج باش داك الماء يسخن
الروز يطيب شي شويه، هذه الطريقه الوحيده اللي يلقى باش يطيب هذاك الروز. المهم العذاب ديال الفص. غادي تقول لي كون كنت بلاص ناصوبي غادي نسحب من التخربيق من هذا البرنامج، علاش ناصوبي ما نسحبش من هذا البرنامج؟ الحاجه الوحيده هي انه كان فاقد الامل وكان تيقول هذه فرصه ديالي لان نخرج تحت ما يتسوق ليا، هذه فرصه ديالي باش نثبت راسي ويجيني شي غول من بعد ولا شي حاجه ولا نخدم. وهذه الحاجه الوحيده اللي خلاته يبقى في ذاك البرنامج ويبقى صابر. من غير هذا الشيء ناصوبي ربح حوايج اخرين، ربح تلفازه ما خداماش، ربح كخاب، وربح بزاف ديال التخربيق اخر اللي ما يصلحش ليه حتى شي حاجه، من غير ان القيمه ديال كل حاجه من هذا الشيء غادي تجمع وبها خصو يوصل المليون يان. العائله ديال ناصوبي كما قلت لكم في الاول ما كانوش عارفينه فينا بلاصه كاين، كانوا مخلوعين عليه، قالوا طرات لي شي حاجه ياك ما تخطف ياك ما مات، قلبوا عليه في كاع البلايص ولكن ما لقاوش. حتى واحد النهار شافوه في البرنامج اللي كان تيدوز كل نهار في الملخص ديال النهار ناصوبي كيفاش داز، واللي دار واحد السوكسي كبير في اليابان وفي كوريا حتى هي، ولاو الناس كاملين متبعينه والناس كاملين عارفينه، وهو ما عارفش راسه بانه دايز في التلفازه وبانه ولا مشهور. واخا كانوا دوك الحلقات يدوزوا بالليل معطلين بزاف، كان كلشي متبعهم، والغد ليه الناس كاملين تيهضروا بعضياتهم على الحلقه ديال ناصوبي اللي دازت، شنو دار فيها، واش غادي يخرج شحال باقي ليه ديال الوقت، واش غادي يربح شي حاجه. المهم داكشي كان داير البوز في ديك الوقيته. مع البرنامج زادت الشعبيه ديالو، الناس ولاو باغيين يعرفوا فين كاين ناصوبي، فين كاين هذيك الدار اللي جالس فيها، فين كاين الاستوديو، وبداو تيقلبوا على فين كاين ناصوبي، وغادي يبقاو يقلبوا تيطيحوا على العماره فين كاين، على البلاصه بالضبط فين كاين. تما البرودكسيون غادي يقولوا خصنا نبدلوا ليه البلاصه، وغادي يجيو باش يبدلوا ناصوبي البلاصه فين كاين باش يديوه لجهه اخرى. مسكين ناصوبي نهار اللي يبدلوه حسب ليه راسو وصل لديك مليونين، حسب ليه غادي يقولوا ليه راك ربحتي سال البرنامج، ولكن غادي يفيقوه، غادي يقولوا ليه ناصوبي هز حوايجك، غادي يقول لهم ربحت، غادي يقولوا ليه لا، ولكن غادي تبدل البلاصه، غادي يمشي لبلاصه اخرى، ولكن غتوقع عليه واحد الحاجه خايبه بزاف اللي غتصدمو وغتمرضو في هذاك البرنامج، واللي هي البرودكسيون ملي هزوا ليه حوايجو من جهه لجهه اخرى نساو ليه بزاف ديال الحوايج كنربحهم، وما بيناتهم اهم حاجه واللي هي الخنشه ديال الروز. ديك الساعه ناصوبي غادي يبدا يغوت، غادي يجي واحد الهستيريا وتشدو بحال البكيه، ولكن كما عارفين البرامج ديال جابون فيهم واحد القضيه اللي خايبه بزاف، واللي هي تزيدوا لي زيفي سونور ديال الضحك، تزيدوا واحد اللعيبات مرسومين في ليكرون، المهم تزيدوا بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يخليو شي حاجه اللي بصح خايبه بزاف ودراماتيك تضحك الجمهور، وهما عندهم واحد النوع ديال الضحك في شكل في البرامج، عايز عليهم شوفوا بنادم تيتعذب تطرى ليه شي حاجه طاح ضربوا شي واحد، المهم داكشي تيضحكهم وتيبان لهم عادي في ديك الوقيته. وهادشي اللي طرى مسكين ناصوبي كان تيعاني، كان فريمون تيعاني ديال بصح تقريبا قرب يكمل العام هو مسدود عليه في داك البيت بلا ما يشوف حتى شي انسان، بلا ما يعيش في ظروف عاديه، بلا ما يشوف الزنقه، ولكن حتى شي واحد ما مسوق ليه، وكلشي باغي يضحك وباغي يستمتع ويدبر راسو ناصوبي ما مسوقينش ليه. من غير داكشي ناصوبي كيربح واحد البيكالا حتى هي ما تزيدش ليه شي حاجه من ناحيه ديال الكونفور ديال الحياه ديالو، ولكن غتقربوا من لوبجيكتيف ديالو باش يخرج. غادي يربح واحد الحاجه اخرى اللي هي بلاي اللي غادي يشدها ويبقى يلعب بها يلعب بها يلعب بها ليل ونهار حتى طلع ليه في راسو وغيحطها ما يبقاش مسوق ليها. المهم هادشي بشويه بشويه غادي يبدا يزيد يطلع داك المونطون ديال الكادوات اللي جمع، واللي غادي يوصلوا لمليون ين اخيرا من بعد اكثر من عام. ومن بعد ما وصل ليها غادي يحل عليه البروديكتور هذيك الشومبر، غادي يقول ليه ناصوبي راك وصلتي لمليون ين، دابا راك حر. عطاو الحوايج ولكن حيدهم ديك الساعه لانه ما بقاش مولف يجلس لابس حوايج. بطبيعه الحال غادي يلبسوه صحه عليه لانهم خصهم يخرجوه، ولكن ما بغاوش يعرف بانه مشهور على برا، وما بغاوش يشوف الناس تيعرفوه لانه كانوا قالوا ليه بان البرنامج ما غاديش يدوز وهو راه ديجا دا. المهم غادي يهزوه مباشره وغادي يديوه لكوريا على واحد الحاجه اللي هي باش كان وسط البرنامج كان تيقول لهم الاكله المفضله ديالي هي واحد الباربيكيو كوري مشهيه باغي ناكلو، وغادي يديروه ليه كمكافاه على ديك المده كامله. ومفاجاه ليه داو في الطياره لكوريا بلا ما يتلاقى مع الناس بزاف باش ما يعرفوهش وما يعرفهمش، تفرجوا في البرنامج غادي يوصلوه حتى لكوريا، وفي كوريا غادي يديوه وغادي يصوروه تياكل في داك الباربيكيو في واحد الريستورون كوري. المهم كلشي غادي زوين، ولكن هذاك البروديكتور شاف بانه غادي يضيع هذه الفرصه عليه وبغى يربح منه اكثر، هو يدير واحد القضيه، هو يديه لواحد الدار عاوتاني غادي يحل ليه الباب وغادي يلقى نفس الحاجه بحال شي حلمه خايبه تتعاود، وغادي يقول ليه دابا بغيتي ترجع للجابون ويسالي هادشي كامل ضروري خاصك تشارك في مسابقات عاوتاني، في هاد المسابقات هادو خاصك تربح ليكيفالون ديال بي ريتور للجابون. ناصوبي كان ولا واعر وبالزربه غادي يربح المونطون ديال هذاك البي ريتور. ديك الساعه البروديكتور ما يعجبوش الحال يقول لا هادشي ما خدامش ليا، قال لي شوف، قال لي بي ريتور في بيزنس كلاس، ناصوبي ولا واعر في هاد المسابقات ربح ليكيفالون ديال بي ريتور في بيزنس كلاس، واخيرا ناصوبي غادي يرجع
الجابون غادي يكتشف بانه مشهور ديال بسك. باش غادي يرجع للجابون غادي يديروا ليه واحد القضيه، غادي يديوه مباشره لواحد البيت واحد يسدوا ليه عينيه كما ديما، غادي ما يعرفش راسو فين غادي، غادي يديوه لواحد الشومبر بحال داك اللي كان فيها ابارتمون صغير وراف هذاك الشيء كامل كما هو اللي كان فيه النهار الاول. ناصو بما يفهم حتى شي حاجه يقول او عاوتاني، غادي يدخل الريفلكس ديالو الاولاني هو يحيد حوايجو، حيدهم جالس بحال هكا. واللي غادي يطرا شوفوه دابا في فيديو داك الشيء ما يمكن. هذاك البيت اللي جالس فيه غادي يطيحوا ليه الحيوط وغادي يلقى راسو بلاطو فيه المتفرجين والناس يتفرجوا فيه بزاف تيسقوا تيشوفوه. هو كان حيد حوايجو ومصدوم وما عارفش راسو بانه مشهور، ما عارفش راسو بان داك البرنامج دايز، غادي يكون شوك، غادي يبدا يدير شي حركات في شي شكل، ولكن هو راه غير مشوكي بهذيك السيتوياسيون اللي عايش هذيك الساعه. غادي يتصدم، كذبوا عليه، وهذه المده كامله اللي كان دوز غيكتشف بانه كان تيتفرج فيه الجابون كامل وحتى كوريا مصيب. هذه من الحوايج اللي غيخليهم مصدوم حياته كاملين. ومن بعد غادي يهضر على هذا الشيء في برامج كتاب اللي يكتب بان هذا كان اكبر شوك عنده في حياته. ديك الساعه المقدم ديال البرنامج غادي يقول ليه بانه حياته كامله كانت تتصور نهار بنهار وكانوا تيتفرجوا فيها الناس كاملين نهار بنهار. غادي يعطيو شي فلوس باش يكالميه وغادي يولي مشهور في الجابون كامله، ولكن هذاك الهدف اللي كان دخل به البرنامج نهار الاول اللي هو غادي يولي مشهور غادي يولي يدير البرامج والافلام يمثل فيهم وداكشي ما غاديش يطرا. غادي يمثل في جوج افلام صغار دي رول صغار، ولكن ما ينجحش داك النجاح اللي كان تيتخيل لانها تبقى ملصقه عليه هذيك ناصوبي هذاك المكلخ اللي كان في هذيك الشومبر واللي عام هو خدام تيلعب في هذوك الالعاب. مهم ما غاديش يولي ممثل كما كان باغي. وهذيك الاهانه اللي كانوا داروا ليه في داك البرنامج غادي تفكروا في هذيك الاهانه اللي كان تيحس بها في القسم باش كان دري صغير وكان تيضحك عليه كلشي. المهم غيروا ليه حياته الكفس، كان اصلا حياته صعيبه ولكن زادوا كملوا عليه، وكانت هذه هي قصه ناصوبي.